ماتا هاري هو الاسم الفني التي اشتهرت به مارغريتا غريتشي، وهي أشهر جاسوسة في التاريخ الحديث. كانت راقصة هولندية جرمانية وأيضا مومسا لدى رجال الطبقة العليا من المجتمع. تم إعدامها من قبل الفرنسيين رميا بالرصاص بتهمة التجسس عليهم خلال الحرب العالمية الأولى. أصبحت مادة شديدة الثراء للأدباء والمؤرخين وصناع السينما، وأطلق عليها لقب جاسوسة الجاسوسات، ورسموا لها صورة الفتاة الجميلة الساحرة التي أوقعت كبار السادة في هواها وغوايتها. لكن مادة هاري في الواقع كانت أقرب إلى القبح والدمامة، ومن هنا يثور السؤال عن أسباب نجاحها في مهمتها، والتي تحولت معها إلى أسطورة يضاف إليها مع كل كتاب ومع كل عمل سينمائي لمحات جديدة غامضة وساحرة، حتى مثلت دورها جميلات السينما من غريتا غاربو إلى فرانسواز فابيان. يوم وزعت الشرطة الفرنسية صورها بعد إعدامها عام 1917، ذهل الناس لشكلها الذي نسوه مع الوقت، وظلت صورتها الأسطورية الساحرة. من هي ماتا هاري؟ ولدت في هولندا عام 1876، وتزوجت وأنجبت وهي في سن 19، وكان انتقالها مع زوجها الضابط إلى جاوا في إندونيسيا بداية التحول في حياتها، فقد انبهرت إلى حد بعيد بالشرق وعالمه الغريب عليها، وانجذبت للرقص الشرقي الذي تعلمته وأتقنته، وتحولت إلى راقصة شرقية بعد موت ابنها الصغير وانصراف زوجها عنها. فانخرطت في مجتمعات سومطرة وجاوة، وحفظت أسلوب المرأة الشرقية في إبراز أنوثتها والتأكيد عليها، وساعدها إتقانها الرقص على ذلك. حين عادت مع زوجها إلى هولندا، تركته بعد إنجابها طفلتها وانطلقت لحياتها. وصلت باريس عام 1903 تحت اسم ليدي ماكلويد، وفشلت في الرقص وعوملت كامرأة للبيع، وبدلا من الاستسلام تخلت عن شخصيتها الأوروبية وتقمصت شخصية أميرة ثم راقصة من الشرق، وعادت إلى باريس باسم ماتا هاري، وهي تعني عين النهار بإحدى لغات ماليزيا، وألفت لنفسها سيرة حياة جديدة تماما. اعتبرت فيها مولدها في أقصى الشرق واحترافها الرقص منذ طفولتها، وأصبحت عروس الشرق في باريس ترقص في معبد هندوسي، حتى وقعت في حب ملازم ألماني تركت من أجله الرقص والمجتمعات الصاخبة، لكنه أهملها وهجرها بعد عامين فقط، فانتقمت منه في شخص رجل مال فرنسي دمرت حياته. حين وقعت الحرب العالمية الأولى ودخلت ألمانيا الحرب، كانت ماتا هاري مفلسة وفاشلة، وفي منتصف الثلاثينات عادت إلى وطنها هولندا لتجد أمامها قنصل ألمانيا يوهمها بأنه ما زال يعيش في جو أسطورتها القديمة ومسارح باريس، وتم تجنيدها على يده ضد الفرنسيين، وطلب منها ببساطة العودة إلى باريس حلمها الدائم. ورحبت بالعرض دون أن تدرك خطورة ما تفعل، وأصبح اسمها الحركي ها21. ارتبطت بقصة حب مع ضابط روسي تابعها عن قرب أحد كبار المخابرات الفرنسية، والذي وجدها فرصة لتجنيدها ضد الألمان على أن يدفع لها كل ما تريد، وتحولت إلى عميل مزدوج. كانت ماتا هاري تستخدم أسلوب شفرة شديدة التعقيد في مراسلة عملاء ألمانيا خارج فرنسا، أسلوب يصعب إن لم يكن من المستحيل فك رموزه وحله، وثارت ثائرة رجال الأمن عند هذه النقطة، ودب الخلاف والشقاق بينهم. كان بعضهم يرى ضرورة إلقاء القبض عليها
قبل أن تنقل إلى الألمان أسرار مخيفة قد تؤدي إلى هزيمة فرنسا، في حين يرى البعض الآخر أن إلقاء القبض عليها دون دليل ينذرها بشكوكهم دون أن يكفي لإدانتها. وبالفعل تم إلقاء القبض على ماتا هاري عام 1916 ومحاكمتها بتهمة الجاسوسية. ولكن القصة لم تنتهي بعد، فقد أنكرت ماتا هاري التهمة بشدة واستنكرتها وراحت تدافع عن نفسها في حرارة وتؤكد ولائها لفرنسا واستعدادها للعمل من أجلها. وبدلا من أن تنتهي المحاكمة بإدانة ماتا هاري بتهمة الجاسوسية، انتهت باتفاق بينها وبين الفرنسيين للعمل لحسابهم والحصول على أي معلومات سرية لهم، نظرا لعلاقاتها القوية بعدد من العسكريين والسياسيين الألمان. والعجيب أن الفرنسيين وافقوا على هذا وأرسلوا ماتا هاري بالفعل إلى مهمة سرية في بلجيكا، حيث التقت ببعض العملاء السريين الفرنسيين هناك وقدمت لهم العديد من الخدمات النافعة. ونقلت ماتا هاري بالفعل عددا من الأسرار الألمانية للفرنسيين، ولكن الألمان ردوا الصاع صاعين لعملتهم السابقة. أرسلوا لها خطابات مشفرة مستخدمين شفرة يفهمها الفرنسيون جيدا، مما جعل الفرنسيون يلقون القبض على ماتا هاري مرة ثانية بتهمة التجسس مع وجود الخطابات كدليل هذه المرة. ومرة أخرى تمت محاكمتها في باريس، وفي هذه المرة لم تنجح في إقناع الفرنسيين ببراءتها، فصدر الحكم بإعدامها وتم تنفيذ الحكم. اكتشف الفرنسيون أمرها بوشاية فاعتقلت وحكمت لمدة شهور، تخلى عنها أثناءها كل من عرفتهم. وأعدمت ماتا هاري رميا بالرصاص عام 1917 قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى، دون أن تعرف بالضبط حقيقة جريمتها، فقد اعتقدت أنها تتسلى بالقلوب لا بالدول. رغم أن فرنسا أعدمت عشرات الجاسوسات للألمان، فإن ماتا هاري أو عين النهار تظل هي الوحيدة التي يذكرها التاريخ. بعد 100 عام على إعدامها، أفرجت وزارة الدفاع الفرنسية عن وثائق جديدة تتعلق بهذه السيدة، وتتضمن محاضر استجوابها على يد محققي مكافحة التجسس في فرنسا عام 1917. ومن بين الوثائق برقية إلى برلين من الملحق العسكري الألماني في مدريد، وهي البرقية التي أدت لاعتقال ماتا هاري في فندق بالشانزليزيه، والتي مثلت لاحقا دليلا رئيسيا خلال محاكمتها. البعض يقول بالرغم من أن ماتا هاري كانت يوما ما محط أنظار رجالات أوروبا، لم ينتبه أحد لموتها ولم يتقدم أي شخص لطلب جثتها بعد إعدامها. لذلك تم التبرع بالجثة لمدرسة الطب في باريس، فيما تم الحفاظ على الرأس في متحف التشريع بفرنسا، لكنه اختفى بشكل غامض خلال الحرب العالمية الثانية، ولا يعلم أحد بمصيره حتى هذا اليوم. بتمنى تكون عجبتكم قصة أشهر جاسوسة بتاريخ الحرب العالمية الأولى، وما تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا الجرس. شكراً.